عليكم مستمعاتنا، احنا معكم مباشرة حتى ال 12. كنرحب بكم فين ما كنتوا كتابعونا بالمغرب ولا بالخارج. ممكن طبعا تصلوا بنا مباشرة على رقم الاستوديو 0522 77 24 24. اليوم غادي نتكلموا معكم على أحماض الفواكه. إلا سمعتوا على هاد المادة ولا على هاد التركيبة في إدراج وتحضير وصفات طبيعية للجميل، فاليوم غادي نقول لكم المزيد عن أحماض الفواكه في كيفية تحضيرها، كيفية استخلاصها، واش ممكن تصوبها على يديك في الدار، وأيضا لاش غتصلاح، يعني شنو المنفعة ديالها للبشرة. أي سؤال أو تجربة بغيتوا تقسموها معنا مرحبا بكم، سمعينا صوتك على رقم الاستوديو المباشر 0522 77 24 24. دكتور عماد ميزاب، دكتور الصيدلة والمختص في العلاج وفي التداوي بالأعشاب، صباح النور. صباح النور اختي سناء، تحية طيبة ليك ولجميع الأخوات اللي كينورونا في هذا الصباح، ونتمنى إن شاء الله نفيدهم بحال ديما. اللي تقلت اليوم خففت علينا. حنا اليوم غادي نتكلموا على الأحماض ديال الفواكه. نعم. وكيف أيضا غادي نفتحوا المجال لكل سؤال كيشغل بالكم، ممكن تطرحوه علينا مباشرة على رقم الاستوديو. كنبغي نسلم عليكم دابا تكونكتاو معنا على الصفحة الرسمية الأصلية على الفيسبوك، تابوناو معنا باش دائما توصلوا بالجديد. غادي تشاهدونا صوتا وصورة بالخصوص من الاستوديو، فتحية طيبة لكم نينا مدينة كتصنتوا لينا هذا الصباح، مرحبا بكم. دكتور عماد، أحماض الفواكه شنو كان قصدوا بها وكيفاش كتستعمل اليوم في مجال التجميل؟ نعم، فأول حاجة بعدها أحماض الفواكه، فهذا هو الاسم العام وما يسمى بليزاها، يعني ألفا هيدروكسي أسيد. وهذا الأحماض الفواكه كينقسموا لواحد ربعة ديال الأقسام، إذن كان ليغليكوليك شنو ما هما الأحماض اللي كنجبدوهم من السكريات، مثلا من قصب السكر، كاين لي ماليك اللي كنجبدوهم من التفاح، من الإجاص، يعني من هاد الأنواع هادي اللي كتشبههم. كاين لي سيتريك اللي كنهضروا عليهم بزاف، لي زاسيد سيتريك اللي هما كنلقاهم في الحمضيات، ولكن كل نوع من الحمضيات، يعني البرتقال او الحامض او حمضيات اخرى، كل واحد وكيفاش كنلقاو التركيز ديالو. وكاين لي لاكتيك اللي كناخذوهم من الحليب، فهادو هما الانواع اللي كاينين. شنو هو الدور ديال هاد الاحماض او هاد احماض الفواكه؟ واخا كنقولوا احماض الفواكه، فهنا شنو منافعها، شنو فوائدها؟ نعم. اذا الفوائد ديالها، فاولا انها كتساعدنا في القضاء على البكتيريا اللي كتعيش في البشره. هاد البكتيريا اللي عرفنا انها كتسبب لنا العديد من المشاكل، منها الحبوب ومنها كذلك البقع. الفائده الاخرى ديالها هي تسريع ديال تكوين ما يسمى بالالياف الزجاجيه. فاحنا في البشره ديالنا اخر الابحاث بينات عندنا واحد الالياف زجاجيه. هاد الالياف الزجاجيه شنو هو الدور ديالها؟ كيحافظوا لينا على المرونه ديال البشره، وكيحافظوا لينا كذلك حتى على اللمعان ديال البشره ديالنا، وكتعاون كذلك هاد الاحماض هذه في الازاله ديال البثور، منهم حب الشباب والانواع الاخرى ديال الحبوب. شنو كدير؟ كدير الاذابه ديال داك الدهون اللي كتكون عندنا زائده في المسام ديالنا، وكتعتبر كذلك هي ناقله المواد مفيده للبشره ديالنا والصحه ديالنا، منها الكولاجين، منها البيبتيد، فيتامينات ومواد اخرى اللي كتكون نافعه. فهنا كنشوفوا هذه المنافع الكثيره ديال هذه الاحماض هذه. بالنسبه لهذه الاحماض، واش هي اذا مركز ديال الفواكه؟ فهذه ماده من المواد اللي كتدخل في التركيبه ديال الفواكه، يعني في القشره ديال الفواكه. كيفاش كيتم الاستخلاص ديالها؟ نعم. دكتور عماد، واش ممكن اليوم اي سيده في دارها تحصل على هذا الحمض او احماض الفواكه؟ نعم، فهنا الاستخلاص ديالها اللي كيكون مركز ديال هذه الاحماض هذه، فكتكون في مختبرات خاصه. غير هو كيمكننا في البيت ديالنا نديروا الاستخلاص ديال بعض الفواكه اللي كتكون عندنا في المطبخ ديالنا، واللي كيكون سهل اننا هاد الاحماض نستخلصوها. كيفاش كنستخلصوها؟ كنستعملوا المواد المذيبه لهاد الاحماض، يعني كنستعملوا واحد السائل اللي هذاك الحمض كيكون كيدوب فيه، وبواحد الطريقه بواحد التقنيه كيمكننا اننا نستافدوا من الاستخلاص ديالو. وهذا الشيء علاش اليوم ان شاء الله غادي ان شاء الله نهضر لكم على الاستخلاص ديال خمسة ديال الفواكه اللي كتكون عندنا في الدار واللي سهله، وغادي نشوفوا ان شاء الله الطريقه ديال الاستخلاص ديالها. اليوم هذه الوصفات اللي غادي تقدم لنا، شكون هي السيده اللي غادي تقدر تستعملها وشنو النتيجه اللي غتعطيها؟ نعم، فانا الوصفات
او الاستخلاص ديال هاد الاحماض درت باش تصلح لجميع الانواع ديال البشره. التركيز ديالها غادي يكون خفيف والاستفاده ديالها غادي تكون خفيفه، وحتى داك الحمض ما غاديش يكون التركيز ديالو كبير على البشره ديالنا. غادي طبعا نشوفوا الوصفات الاولى كيفاش غادي نستعملوها دكتور عماد. نعم، فاول حاجه غادي نستعملوا الحمض ديال البرتقال. اذا الحمض ديال البرتقال كيفاش كنستعملوه؟ كناخذوا القشره ديال جوج برتقالات كنقطعوها مكعبات صغيره، كنزيدوا عليها نص كاس صغير ديال زيت نوار الشمس، وكنأكد زيت نوار الشمس لان غنيه بالفيتامين او، والفيتامين او كيسرع لنا العمليه ديال الادابه ديال هذا الحمض اللي عندنا في قشره البرتقال. ورقه ديال سيدنا موسى اللي كتعتبر ان كاتاليزو، يعني محفز العمليه ديال الاستخلاص، وكيخلينا نستخلصوا هذا الحمض هذا بواحد المركز او بواحد التركيز كبير. فنعاود، قشره ديال جوج برتقالات كنقطعوها مكعبات صغيره، كنزيدوا عليهم نص كاس صغير ديال زيت نوار الشمس وورقه ديال سيدنا موسى، نحطوا هذا الخليط هذا كامل فوق النار حتى كتطلع الغليه الاولانيه، كنطفيو عليه كنخليوه اربعه ايام. من بعد كنستخلصوا هذا الزيت، وهذا الزيت غادي نستعملوها للاستعمالات ديالنا للتجميل. اذا هذه هي الطريقه كيفاش يمكننا نستخلصوا الحمض ديال البرتقال. عندنا حمض اخر اللي هو جميل جدا اللي هو حمض التفاح، وهذا حمض التفاح مهم جدا يعني للصحه ديال البشره ديالنا. فكيفاش يمكننا نستخلصوه؟ كناخذوا قشره ديال التفاحه بلديه كنقطعوها صغيره، وكنزيدوا عليها نص كاس صغير ديال خل التفاح، وهنا كنديروا ثلاثه الوريقات ديال اللويزه. اذا شنو هو الدور ديال الوريقات ديال اللويزه؟ كيخفضوا لينا من الحموضه ديال خل التفاح مع القشور ديال التفاح، وهكا باش الوصفه يستعملها جميع انواع ديال البشره. كنحطوها فوق العافيه حتى كتطلع الغليه الاولانيه، ومن بعد كنخليوها ليله واحده فقط، لان عندنا الخل التفاح كيجبد لنا يعني كيدوب فيه دغيا حمض التفاح. كنصفيو هذا المحلول وكنوضعوه في الثلاجه وكنحافظوا عليه. هاد الوصفة كتبقى لينا 15 يوم، إذا مورا 15 يوم إلا بقات عندكم الوصفة في الثلاجة فكتبدلوها بوصفة أخرى جديدة كتعاودوا تصايبوها من جديد. الوصفة الثالثة أو الفاكهة الثالثة هي الرمان. إذا هنا غنهضروا على الرمان، وحيت دابا هادي راه حمض الرمان. نعم، وحيت هادي دابا جات الوقيتة ديالو. فعلا هذا موسم الرمان. نعم، فهنا غادي ناخذوا رمانة وحدة، كنزيدوا عليها نصف لتر ديال الماء المغلى. ومن بعد ملي كيبرد كنطحنوه في الخلاط الكهربائي. نعم، كنصفيوه بواحد الزيف ولا بالفاصمه الطايبه ولا بالكومبريس ستيريل حتى كيتصفوا مزيان، وكنوضعوه في واحد القريعه وكنحطوه في الثلاجه. وهكا كنكونوا كنستافدوا من حمض الرمان اللي حتى هو عنده مزايا كبيره وفائده كبيره، يعني كنخليوه في الثلاجه. مده الصلاحيه ديال حمض الرمان 10 ايام ماشي 15 يوم، لانه دغيا كيخمر. فكل 10 ايام نبدلوا هذه الوصفه هذه ديالنا. الحمض الرابع اللي غادي تعطينا؟ الحمض الرابع على حسب التوفر ديال هذه الفاكهه، لان كاين بعض الناس اللي كيسمعوا لنا خارج ارض الوطن هذه الفاكهه تقدر تكون متوفره عندهم يعني بثمن اللي كيكون رخيص، اللي هي الكيوي. فالكيوي كناخذوا واحد الحبه ديال الكيوي اللي كتكون متوسطه كنقطعوها دواور. كنزيدوا عليها نص كاس صغير ديال زيت الصوجة، ومن بعد هذا الخليط، واكيد خصها تكون ضروريه زيت الصوجة، وزيت الصوجة راه ما غالياش، فنديرهم فوق العافيه هذا الخليط هذا حتى تطلع الغليه الاولانيه، نخليوه ليله، ومن بعد كنصفيو هذا الخليط هذا بواحد الزيف اللي ما كيدخلش او واحد الزيف اللي كيكون نقي، وكنعصروا هذا الخليط هذا ولا الفاصمه الطايبه. فهذاك الزيت اللي كنخرجوا هذيك الزيت هي اللي كنسدوا عليها في واحد القريعه وكنستعملوها الاستعمالات ديالها. هنا الفاكهه الخامسه اللي هي كتعتبر من الفواكه الجافه اللي هي اللوز. واللوز فيه واحد الحمض جميل جدا، واحد الحمض اللي كيتستعمل كثير في مركبات التجميل. هذه الطريقه سهله، كناخذوا خمسه ديال اللوزات كنطحنوهم كنزيدوا عليهم نص كاس صغير ديال الحليب الساخن،
وكنخليو هذا المحلول هذا يومين فواحد البلاصه اللي ما كتكونش كتدخل اشعه الشمس، وكنصفيو داك الحليب فواحد القرعه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس، كنحطوه في الثلاجه. وهذاك الحليب هو اللي كنستعملوه لان الحمض ديال اللوز كيذوب في البروتينات ديال الحليب، وهذاك غادي نستعملوه للتجميل. يعني الطريقه اللي غنستعملو بها هاد الوصفات اللي درنا كامله ولا هاد الاحماض هي اننا كندهنوها على البشره ديالنا وكندهنوها على الرقبه ديالنا، كنخليوها نصف ساعه فقط، نص ساعه كافيه انهم يعطيونا الفائده ديالهم. ومن بعد كنغسلوا البشره ديالنا وكنستعملوا واحد الكريم مرطب ولا كنستعملوا واحد الزيت مرطب. الاستعمال ديال هاد الاحماض كيتستعمل مكثف، يعني كل نهار مده ديال 30 يوم، فهكا ان شاء الله كتعطينا فائده وكتعطينا نظره للبشره. وكل مره منين هذا الحمض او هذا المحلول كتمسحوا به البشره ديالكم تخليوه فقط نصف ساعه. نصف ساعه يعني نص ساعه أكثر. ما نفوتوهاش وما نديروش اقل من نص ساعه باش تعطينا فائده. احسن وقيتة باش السيده تستعمل هذا الاحماض اللي عطيناها اليوم. نعم، فدائما اختي سناء كنقولوا الليل يعني المساء اللي كيكون الانسان مرتاح، وباش كنخليوه حتى لهذا الموعد ما يكونش تعرض لاشعه الشمس. نعم بالفعل. غادي ناخذوا اسئلتكم على رقم الاستوديو المباشر. مرحبا بكم. معنا توريا من تارودانت، اهلا بك. السلام اختي سناء. غادي ناخذوا ايضا هديل، غادي ناخذوا فاتحه. وعليكم السلام ورحمه الله يا توريا، مرحبا بك وبالناس تارودانت. اهلا بكم، نهار بك اخيرا اخيرا قدرت نهضر معك. مرحبا ونهار كبير. كيف عرفتي لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. انت يا لاباس؟ بخير الحمد لله، يطول فيك الخير. شكرا بزاف، كنشكركم بزاف بزاف. مرحبا بك على راديو اصوات وفي برنامج حديث ومغزل. الله يكبر لك، كيكبر هذا اختي، وانا كنصوني اخيرا قدرت نهضر معاك. ايوا على سلامنا، على سلامتنا. وتفضل دابا اللي خصنا نفديو القديم والجديد. الله يكبر بك، بصراحه عندي غير واحد الخمسه ديال الاسئله وغنختصر فيهم معاك. لا اله الا الله، خمسه د الاسئله. يلا مرحبا. واخا خويا عمر، كيف دايرك عليك؟ الحمد لله بخير، ملي كنسمع صوتكم اختي. مرحبا. الله يكبر بك. اولا خويا عمر، عندي واحد الاسئله على السؤال اللي وحده في الشعر خويا عمر. نعم. عندي الشعر ناشف بزاف. اها الشعر ناشف. عندي شعر ناشف بزاف، واش غنقول لك الصراحه معقدني كاع حياتي. لا لا يجيب شي حاجه تعقدك اختي. مرحبا، تقاسموا نحاولوا نلقاو حل ان شاء الله. قلت لك هو كيتقطع ليا بزاف الشعر، عندي رقيقه بزاف كيتقطع وناشف ليا بزاف بزاف. ما عمري الصراحه ما درت لي شي حاجه اللي ترطيبه، ما شي مواد كيماويه ولا شي حاجه، ما عمري ما درتها لي. واخا التغذيه ديالك كي دايره مزيانه يعني الماكله عاديه شنو؟ حنيه كناخذ ما كلشي باطل، كلشي مزيان. واخا واخا، شنو السؤال الثاني؟ يلا نتقاسموا معك بسرعه اختي. قلت لك درك هذا بغيت تعطينا غير شي وصفه ترطب لي الشعر، بغيت شي طول ليا مزيان الله يكبر بك. ان شاء الله. بغيت شي زيت اخويا عيب، حسب الا ما دهنتش انا شي زيت ما كيقدرش يتمشط ليا، بغيت شي زيت في نفس الوقت يكون كان هو ان شاء الله عليك شعر خير. اذا زيت لي الدهن وكيساعد في نمو الشعر هي؟ هي ويكون صحته للرموش الله يكبر بك. واخا دابا هانتي السؤال الاول فيه ثلاثه ديال الاسئله، ما عليناش نشوفوا السؤال الثاني، راه عندنا بزاف المكالمات غنطلب منك توريا. حنا على راسنا وعينينا ولكن غير نلخصوا الله يجازيك بخير باش نعطيو للناس حتى هما فرصه يدوزوا. تفضلي السؤال الثاني. بغيت غير شي السؤال الثاني، بغيت شي وصفه ديال الوزن وشي وصفه للطبيب الله يكبر فيك. تبيض البشره. ايوا عندي تجاعيد بزاف في الوجه ديالي وضعفيه بزاف البشره ديال الوجه ديالي ضعيفه ورخيفه لي بزاف. إذن كيبان أنه كاين نوع من الجفاف في البشرة عموما. نعم. اللي باغي تيبان في الشعر وكيبان ربما على مستوى الوجه ديالك. نعم. توريا. عندي الوجه ديالي ضعفية بزاف ما عرفتش علاش. واخا. صافي وبغيت غير واش يوصل لكم الطبيب الصالح للزمان الجسم كله. واخا. هذه الأسئلة خليك معنا في الاستماع غادي نجاوبوك عليها واخا. صافي الله يكبر بك باش يوصل سميتو اللي عندي الكرش بزاف. واخا. يعني ضعف الوجه ولكن زادت الكرش. واخ حنايا هذا الشيء غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي نفصلوه على لا توريا وتكون على خاطرها ونجاوبوها على كل هذه الاسئله. ناخذوا الان عادل. عادل معنا من تفلت. مرحبا. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل السي عادل، يا ريت تحيد الكي تهضر معنا بالتليفون باش نسمعوك. السلام عليكم. عليكم السلام. لا اسمح لي سي عادل، هو المخرج غياخذك لانه ما كنسمعوكش بشكل واضح، في انتظار ترجع لينا ناخذ فاتحه معنا من المحمديه. اهلا لفاتحه. السلام عليكم اختي كديره. لاباس مرحبا بك، تحيه للناس المحمديه.
شكرا اختي. شوف بغيت نسول باش ما نطولش عليكم الدكتور عماد. دابا انا كان عندي واخا الوقله شي خارج على الموضوع اللي هضرتو فيه اليوم، كان عندي دايره عمليه على القواط ومحيده النص باقي النص، وداك النص الاخر المهم كندير ليه مراقبه مزيان الحمد لله. ولكن المشكل اللي ولا عندي هو النشاف في الحلق ديالي ملي كنعس في الليل، بحال اللي كنحس براسي اللسان ديالي ناشف وبحال اللي غادي يرجع اللور. وملي مشيت للطبيبة قالت لي غير حساسية، عطاتني واحد الفاني تبعته 3 شهور ولكن نفس المشكل باقي داكشي هو هو. واخا قولي ملي كتكوني ناعسة واش كتكوني حالة فمك ولا كتكون يعني كيجيك هذاك الشخير؟ كتكون كيجيني فالحلقة اللي كانت فاتت لي كنا هضرنا مع الاختصاصي في النوم فكان هضر لينا على هذا المشكل هذا. والانسان حتى ملي كيكون مثلا كينعس وكيحل الفم ديالو ولا كيكون كيشخر فتا هو من الاسباب، علاش؟ لان البرد كيضرب في اللسان واللسان كينشف ما كيبقاش فيه الماء، وهذا هو من الاسباب. حيت الغده الدرقيه ما يمكنش تعطيك هذا المشكل هذا، كاينين اعراض اخرى اللي كتعطيهم الغده الدرقيه اختي. إذن ما كيناش علاقة بالنسبة لي. لا ما كينش علاقة بالنسبة وخا. وكيف فاش لما نوجهها لأش من اختصاص ولأش من طبيب؟ نعم الاختصاصي اللي كيكون يعني الاختصاصي اللي مختص في النوم، دابا راه ولاو اختصاصيين في هذا المجال أمراض النوم. أمراض النوم فهو غادي إن شاء الله يشوف مع هذا المشكل هذا. نعم عندك شي حاجة أخرى فاتحة؟ إيه وبغيت نسول على دابا واحد بنتي دايرة لي عملية ديال الجراحية ديال القلب. المهم هي كان عندها غير تشوه قلقي. نعم. وملي دابا هي ضعيفة، بغيت واش واخا يمكن ناخذ ليها شي حاجه اللي تزيدها في الوزن مع شحال في عمرها؟ عندها 17 عام دابا. نعم ما عسيلة حول الراس بقات تاخذها فهي غادي تعاونها ان شاء الله. شنو هي؟ العسل تاخذ واحد المعلقه صغيره ديال العسل في الصباح وفي الليل وتداوم عليها. وهذه هي اللي كنت بغيت نقول لك حتى انت، انك ديري واحد المعلقه ديال العسل صغيره في الليل قبل ما تنعسي، ديريها في يعني تاخذيها وان شاء الله هي غادي تعاونك باش ترطب لك هذاك اللسان ديالك باش ما يبقاش فيه النشوف. شكرا دكتور. تقدر تصلح لي سم البشره اللي كانت وجهي كتجي بحال حكا القشره كتولي تحتحت وكنحكها بحال هكايا كطيح. نعم غير في البرد هذيك ما كتجينيش في الصيف. هذه غادي نجاوبك حيت غنجاوب على الاختي توريا اللي عندها المشكل ديال البشره ناشفه، فخليك في الاستماع ان شاء الله غادي نعطيك وصفه. الله يخلي لك البنيه والله يخلي لها الصحيحه ديالها. عادي معنا دائما على الخط من تفلت، اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك معنا على راديو اصوات. على التفسيرات وعلى الوصفات الله يكثر خيركم. ما عادش نطول عليك. بالنسبه لخل التفاح الله يكثر خيرك، بالنسبه للطريقه اللي قلتي لي واش استعمال خارجي ولا ممكن يتشرب، لان يعني ممكن خل التفاح كيساعد عاوتاني مزيان على الهضم بزاف الحوايج. الطريقه اللي عطينا اليوم او الوصفه اللي عطينا اليوم هي كيفاش نستخرجوا الحمض ديال التفاح، اذا الحمض التفاح باش نستعملوه للبشره ديالنا. اما خل التفاح اذا كان طبيعي 100% فاكيد انه صالح للشرب، غير هو كنديروا معلقه صغيره وكنخففوها في كاس صغير ديال الماء، هكا ان شاء الله ما غاديش يضر لينا يعني الداس ديالنا ويمكننا نشربوه. ممكن نزيد واحد السؤال غير خفيف ظريف الله يكثر خيرك. مرحبا سي علي. مرحبا سي علي. بالنسبه لي مثلا انايا بلاج ديالي مثلا 36 ولا هذا تبارك الله الحمد لله ما كنعاني حتى من شي مرض. اللهم لك الحمد. مره كنشوف في اللحيه ديالي مثلا دي بتيت طاش بحال لالوبيسي بحال مثلا كيخواو. الله خويا. ما عرفتش معاه عندنا شويه الخدمه كاين فيها بخير الحمد لله، لو مود دو في مزيان كل شيء مزيان. غير مره كنلقى دي طاش بعض المرات كيتحيدوا تيدوزوا مع الوقت كيتحيدوا وعاوتاني كيوليو. كاين شي وصفه ولا شي حاجه فهنا غادي نديروا الزيت الحليفه اللي يعني هذا الشيء ديال وخاصه عند الرجال اللي هي زيت الحبه السوداء اللي كنهضر عليها دائما. فخذها خذ شويه منها دير بها واحد المساج كل ليله في ذوك البلاصه اللي عندك في اللحيه ديالك، مساج وبات بها خلات بها يعني بات بها وداوم عليها دائما فان شاء الله غادي تعطيك نتيجه، وحتى الشعر في ديك البلاصه ديال اللحيه ديالك غادي يولي كيكتف ان شاء الله. سي عادل كتعرف تشري وتختار الزيوت؟ لا هذا هو المشكل. اذا شنو النصيحه؟ لا مزيان داكشي علاش سولتك. شنو النصيحه دكتور عماد؟ يعني كاين كثير من الناس ما غيعرفش واش ديك الزيت اصليه واش الجوده ديالها مزيانه. ملي كنهضروا على زيت الحبه السوداء شنو العلامات اللي خصنا نلقاوهم باش نتاكدوا ان الجوده ديالها مزيانه؟ نعم فاول حاجه الرائحه، يعني الرائحه كتكون واحد الرائحه خاصه عند الحبه السوداء، واحد الريحه ديالها اللي كتكون كتلسع واحد شويه كما كنقولوا حنايا في الانف ديالنا. اللون ديالها اللي كيكون اللون غادي الاسود، وبعض الحالات كيكون داك الاسود خفيف، وكتكون ثقيله يعني الزيت كتكون ثقيله ما كتكونش داك الزيت خفيفه، لان غير الزيت كتلقاها خفيفه وخاصه في الحبه السوداء، فهنا عرف بان ماشي ذات جوده.
وثالثا اننا الا ما عرفناش نمشيو ناخذوها من المحلات اللي كتكون موثوقه من الصيدليات او شبه الصيدليات، غادي تكون على الاقل بواحد 80% راه حنا كناخذوا واحد الزيت ديال الجوده، لان كتبقى دائما المصنع هو اللي كي واش ضروري نلقاو واحد الطريقه باش نجربوا الزيت على جزء من اليد ديالنا؟ نعم، باش نشوفوا لو كونتاكت مع ديك الزيت واش ما غيدير لنا لا حساسيه. نعم. واش البشره كتمتصها مزيان؟ واش هادشي مهم؟ هادشي مهم ويمكننا فمثلا في الصيدليات ولا شي بالصيدليات راه كاين بعض الانواع ديال الزيوت اللي يمكننا نحلوا ليهم هذاك يعني داك الغطايه ديالهم، واخا الرشاشه كتبقى مزيانه كنحلوها واحد شويه وكندير واحد النقيطه في اليد ديالنا وكندهنوها خاصه تحت يعني الصبع الكبير ديالنا ديال يدينا لتحت وكندهنوها كنستناو واحد 5 ديال الدقائق، فالا ما عطاتناش احمرار او حساسيه فهنا كيمكننا ناخذوا الزيت. وعلاش هذيك المنطقه؟ لان هنا هذه المنطقه فيها واحد التركيز كبير ديال الهيستامينات او المواد اللي كتكون مضاده للحساسيه. تهضر على هذه المنطقه ديال يدينا؟ نعم. احنا عطيناك ان شاء الله حتى كيفاش تختار هذا الزيت وتاكد من الفعاليه والجوده ديالها السي عادي الله يوفقك. غادي نمشيو الان المحمديه مرة أخرى، معنا عائشة قبل ما ناخذ خديجة. تحية لكم دائما على راديو أصوات مباشرة وبرنامجكم حديث ومغزل. أهلا عائشة. السلام عليكم، كيف أختي سناء؟ الحمد لله الله يبارك فيك. دكتور خويا لاباس عليكم؟ الحمد لله أختي الله يبارك فيك. عندي واحد جوج سؤالات للدكتور أختي الله يجزيك خير. نتقاسموا معك أختي عائشة يلا. واحد الوصفة قال لي الناس على قبل بنتي صغيرة عندها 8 سنين وكيجيها القمل. قالوا لي حبة راس دقيها وديريها في الزيت البلدية وهكا تماصيليها بها. نعم. ديريها بها. أها. يعني واش يعني ما بغيتش نديرها باش نستشر مع الدكتور، حيت أي حاجة كنبغي نديرها كنستشر مع الدكتور على قبل بنتي. إن شاء الله غادي نعطيك وصفة وهذه حبة راس ومع زيت العود. شنو هي حبة راس؟ هي نوع من يعني واحد الحبة اللي كتباع. عشبة؟ عشبة، نوع من العشبة اللي كتباع ولكن ما عندهاش علاقة أنها ماشي مضاد للطفيليات. يعني هذه ما غاديش تقضي على القمل. ما غاديش تقتل لنا القمل لان خص شي حاجه تكون مضاده للطفيليات. وما غنلقاوش محسن من الوصفه اللي دائما كنعطيكم اللي فيها زيت الخزامه، زيت الزعتر، وزيت فليو. اذا زيت الخزامه، زيت الزعتر، زيت فليو، هذه وصفه ضد القمل. معلقه كبيره من كل حاجه كنخلطوها كندهنوا بها جلده شعرنا وشعرنا، كنخليوها مده ديال ساعه، ومن بعد كنشطوا بديك المشطه الرقيقه ديال القر اللي كيكون العوينات ديالها مسدودين يعني رقيقه بزاف، وكنغسلوا الشعر ديال الوليدات ديالنا. هذه العمليه كنديروها لهم 3 المرات في الاسبوع مده ديال شهر، ومن بعد كتولي 2 المرات في الاسبوع الشهر اللي موراه، ومره في الاسبوع الشهر الثالث، ومن بعد كنقطعوا هذه الوصفه هذه. وان شاء الله اختي عائشه غتكون وصفه جيده ان شاء الله لبنيتها. تهلا فيها الله يخليها لك. غادي ناخذ خديجه من طبيبه، واعتقد كان عندها سؤال ثاني ياك. نعم. نشوفوا السؤال الثاني عائشه. دكتور بالنسبه للزيت ديال البابونج بغيت نسولك عليه، كيكون ثقيل الزيت ديال البابونج؟ حتى هو من الزيوت اللي كتكون ثقيله شويه، ماشي مشكل. صافي هاد الوصفه اللي قلت لك مزيانه، الشعر اللي بغيت ندير لها قبل الشعر مزيانه ديال حبه راس. اختي حبه راس حاولي تجنبيها نهائيا لبنيته ديالك، ديري هذه الوصفه اللي عطيتك ديال القمل. البنيته الا بغيتي دير لها شي وصفه اعطيها، ديري لها زيت لافوكا مثلا، تبقاي دهني لها بها كل ليله كسيروم وغادي تكون احسن، لان الشعير جلده الشعر ديال البنيته باقا رهيفه وباقا خفيفه، ما خصناش نعطيوها شي مواد اللي صعيبه عليها. ناخذ خديجه من الدار البيضاء، اهلا بك على راديو اصوات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اختي انا لاباس دكتور ايمان بخير. الحمد لله اختي ملي كنسمعوا صوتكم مرحبا. شنو السؤال ديالك؟ الله يخليك، انا عندي مشكل ديال الجفاف في الشرب بزاف، وبالاخص الديور رجليا ناشفين بحال شي ورقه ديال الشجر ويبسات. نعم. وعندي شعري، انا كان شعري زوين ويعني دهني ماشي ومن بعد ولا جاف نعم. بزاف. كتشرب الماء بزاف؟ الماء كتحفي الماء بزاف؟ هذا هو المشكل اللي عندي، ما كنشربش الماء، نقدر ندات يومين ثلاث ايام ما كنشربش الماء، شي مشكل. صعيبة خصوصا. وحق الله. أوية خديجة. والله عادي ما كنقدرش، كيفاش كنشرب الماء كيجيني الغفين بحال حاجة كنرجع. يا لطيف يا لطيف. خديجة. الماء طيب. تصوري الثلثين ديال الجسم ديال الإنسان هو ماء. وتصوري انت كتبقى يومين ثلاث ايام ما تشربيش الماء، واش كتشربي سوائل واحده اخرى؟ لك اتاي كنستهلك اتاي. شحال كتشربي اتاي تقريبا في النهار؟ اتاي اللي عطيتيني نشرب. لا تقريبا خصنا نعرفوا العاده عندك شنو هي. كنعمر البراد كنشربو مع الصباح. شحال في هذا البراد؟ نص لتر ديال الماء؟ صغير ولا كبير؟ لا اتر ولا مويك تقريبا اتر. اها. كنعمر اتاي عاوتاني في العشيه. اي.
صافي تايب بزاف. انا من بين الصباح والعشيه ما تشربيش الماء؟ لا قليل، الا ما جاتنيش واحد الحراره في الحلق ديالي ما نقدرش حيت على المرض. والحاله ديالك خديجه حاله خطيره يا خديجه، وخاصنا ليها تحليل ونقاش. غادي نطلب منك تبقي معنا مباشره في حديث مغزل، خليك معنا، حنا غنرجعوا لك من بعد الفاصل ونشوفوا كيف يمكن للسيده خديجه من المحمديه تشرب الماء، ان تكون بصحه جيده وهي ما كتشربش الماء. فاصل هنايا كنشوفوا الحاله ديال خديجه اللي معنا دائما على الخط مباشره على راديو اصوات من مدينه الدار البيضاء. خديجه يا خديجه، ما كتشربيش الماء، كتشربي براد اتاي في الصباح وبراد اتاي في العشيه، ما عدا ذلك ما كتذوقيش نهائيا الماء. لا داز كاع رمضان وكنضل صايمه، وبعد المره ما كناخذش الماء، ما نكذبش عليك بصراحه. وي يا 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 دكتور عماد، هادشي صعيب. اشنو نقولوا لخديجه اليوم؟ وبغينا خديجه ان شاء الله ما تجي نسى اليوم مع هذه المكالمه المباشره ان شاء الله، حتى تكون قررت انها غتشد الصحه ديالها وتهلا في راسها. اش كيطرى في الجسم ديال الانسان الا ما كناش كنشربوا الماء؟ نعم، وهنا كنهضروا على الماء الصافي، يعني ما كنهضروش على السوائل. اذا الماء، حنا الجسم ديالنا كيتكون ب 60% ديال الماء، اذا 40% اللي بقات هي اللي كتبقى يعني خلايا، كتبقى عروقه، كتبقى امور اخرى. فهنا الا شفنا ان 60% يعني الماء هو كل شيء، هو الحياه، ثلثين الجسم الانسان ما. ما اكيد. والماء شنو هو؟ الماء هو التفاعلات اللي كتكون في الجسم ديالنا، يعني دوك لي رياكسيون اللي كيوقعوا بيولوجيك. اي تفاعل في الجسم كيخصو الماء، اي عضو من الاعضاء ديالنا كيخصو الماء، اي خليه من الخلايا ديالنا كيخصها الماء، اي يعني كما كنقولوا اي تحرك او حركيه كتكون في الجسم ديالنا كيخصها الماء. الدم كيخصو الماء باش يكون، باش يكون عنده داك الجريان ديالو الطبيعي، وتكون عنده ديك ديك كما كنقولوا داك 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 لا دونسيتي، يعني داك داك كما كنقولوا الجوده ديالو، او مثلا المرونة الكثافه والجوده ديالو كتكون ضروريه منين كيكون عندنا الماء في الداس ديالنا. اذا ثلثين ديال الجسم ديال الانسان ما، الا هذا الانسان ما كانش كيشرب واحد المعدل ديال 2 لتر ديال الماء في النهار، هذاك الماء راه كيخويه كيمشي كيتخلص منه وكيبقى عبر التعرق. نعم، عبر التبول اكيد. يعني اش كيوقع؟ الجسم كينشف، الجسم كينشف وما كتبقاش عنده ديك المرونه ديالو، فما على برا بعدا ما كتبقاش الوقايه، يعني اللي غادي توقي لينا الجسم ديالنا. ومن الداخل كذلك ان كما كنقولوا هاد التفاعلات كلها كتحبس وكتولي ثقيله وما كتشتغلش بطريقه طبيعيه. الانسان اللي ما كيشربش بحال خديجه وهي ديما معنا على الخط، شنو هي الاعضاء اللي ممكن تكون عندها مضره مباشره؟ اول حاجه الكلاوي، يعني الكلاوي هي اول حاجه بعدا كتاكل، يعني كنقولوا حنا العصا والدق. الكلاوي، الغده الدرقيه الكظريه عفوا اللي هضرنا عليها البارح، حتى هي ما كتبقاش كتشتغل بالقيمه ديالها. وهنا شنو كيولي؟ ما كتبقاش كتفرز الكورتيزون بطريقه طبيعيه، اذا الحركيه ما كتبقاش، الانسان كيتقال، ما كيبقاش كيخدم مزيان. وحنا غاديين القلب كذلك، حتى القلب كيتاثر. علاش؟ لان ما كتبقاش عنده ديك الحيويه ديالو، الدم ما كيبقاش كيدور فيه مزيان. والدماغ هنا ما كتبقاش التركيز، كيولي العياء، كيولي الانسان عنده حرق الراس. وغادا وكتطور هاد الامور هادي الى قطعنا الماء. فيمكننا نجلسوا بالجوع يومين ثلاث ايام، ولكن ما نقدروش نجلسوا بلا ماء هاد المده هادي اللي كتجلس بها الاكسجين. وعرفتي خديجه، دابا راه بزاف ديال الناس اللي داروا الاضراب على الطعام، كان عندهم مواقف في العالم. هادشي في العالم نعم، راه ممكن الانسان كيف قال الدكتور عماد ما ياكلش ايام وايام، ولكن الا قطعتي عليه الماء غيموت. خديجه شحال في عمرك؟ انا من مواليد 72. وديني الحساب، قولي لي شحال عمرك نيش انا خديجه؟ انا تعذر تقريبا شي 48 عام. واخا، وشحال هادي من عام وانت ما كتشربيش الماء؟ لا ماشي بزاف، مؤخرا انا ما كنشربش الماء بزاف. هادشي عاد بان مؤخرا، راه تقريبا فتره نيت بركه. واخا قولي داك البراد ديال اتاي باش انا نعرف داك اتاي شنو كديري فيه؟ واش كتشربي هكاك ولا كتزيد؟ لا اتاي بوحدو ما كندير والو. خاصك تعرفوا واحد المساله، بان اتاي كيحبس كيحبس الاحساس بالشرب، يعني كيحبس بالعطش. بالعطش يعني عفوا اتاي. فاتاي اللي كان الانسان كيشرب بزاف. ندير لا نعناع لا تلويزه لا حتى حاجه، اتاي كنحلي اتاي كنشرب صافي ما كنديرش. وبحال هاد الاعراض اللي ذكرتي كاينين، يعني بحال هكا كينسى مره جافه البشره كاين بزاف، ما نكذبش عليك صراحه. وبالاخص يديو اللي ينشف بزاف، وراه غيمشي لك حتى العينين اختي، لان حتى العينين غيقدروا يتضروا من الجفاف، وغادي يولي خصك عاوتاني مشكل في العينين. ولا عندي نقص البصر بصح اللي تعطوني ندير النهضر ملي دوزت عليهم. وخديجه
يا خديجه قلتي لي شحال في عمرك؟ 58 عام. لا ولي 48. شوفي اليوم حنا 14 شتنبر 2021 سجلي عندك كتبي هادشي في الورقه. اتعهد انا خديجه 48 سنه من بعد ما دز برنامج حديث ومغزل على راديو اصوات اتعهد انني غادي نشرب جوج لتر د الماء كل نهار. كنعطيك الشكر، انا ما نكرهش شي حاجه اللي تخليني نسوي. شوفي انا غنلقى معك الحل، انا غادي نلقى معك الحل واخا. عاد نعيطوا للدكتور معتوق يفكها معاك ضروري. خصنا شي حل. فشوف غادي تاخذي الماء بعدا. شوف كما كنقول الاخوات الماء كناخذوه دابا، ومن ما كنكونوش كنشربوا الماء غنوليو ناخذوه بحال كناخذوه الدواء. اذا غنديروا في راسنا، غادي نبروغراميو في راسنا بان داك الماء ماشي غير كنشربوه صافي، لا كنشربوه كدواء، يعني خصني نشربوه باش نداوى باش ما يوقعش عندي واحد المشكل. الماء ما تاخذيش هذيك القرعه كبيره، خذي واحد القرعه صغيره ديال نص لتر ولا ديال ربع لتر ياك. ولكن انا غنوريك كيفاش تصايبي واحد 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 الماء اللي غتشربيه يكون منسم وتقدري عليه. يعني انت دابا داك المذاق ديال الماء ما عندكش معاه، ما كتستحمليش وبزاف ديال الاخوات. وعلى الماء فيه شي مذاق، فكاين اللي ما عنده داك غير داك الماء بحال هكاك عادي، ما كيستحملش داك المذاق. زيد له شويه المليحه ودلي بزاف وتشرب الماء. فبزاف حيت بزاف ديال الاخوات كيطرحوا هذا السؤال. فشوف غناخذوا جوج لترو ديال الماء اللي غادي نشربوا في النهار، غادي نزيدوا فيه 10 الوريقات ديال النعناع، نغسلوهم مزيان دوك الوريقات ونديروهم فيه، ونديروا فيه واحد معلقه صغيره ديال النافع، ونسدوها نسدو ديك القرعه. انا من الاحسن مثلا القرعه اللي غنشربوا دائما نخليوها نهار قبل، فهاد القرعه هذه غادي نخليوها نهار، هي اللي غنشربوا لها غدا ونبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه. يعني القرعه غتشربيها غدا تصوبيها اليوم وتبات هكذاك في ذاك من السماء. نعم. مرقده ولا غد لي شربيها. نعم، وتولي تدير دوك القرعات الصغار ديال ربع لتر ولا نص لتر وتشوف هي اللي قطرات عليك. ما تقول لي شو القرعات الصغار، غتمشي تغش غتجيب ذاك الصغيورين كاع ديال لي بيبي. لا خصها تخوى القرعه وتعاود تعمرها، دابا تحط الاخرى حدا الاخرى باش تبقى تشربها بحال الدواء. اذا غنشربوها 4 ديال المرات في النهار ونداوموا عليها، وان شاء الله الامور غادي تكون بخير وصافي وتبقى عليها دائما. راه غير خصك يشوف، راه غير واحد الشهير غتعودي انك كتشربي الماء صافي. غادي واش سنيتي خديجه على التعهد؟ مازال ما شفتكش. سنين شو سنين. البصمه ديري البصمه. والله الا تقيت لي الدوخه والعيا والكذب. والحل بين يديك خديجه. انت دابا شنو باغا تديري وشوفي فين باغا تمشي صحتك؟ يعني هذا الشيء راه حنا شرحناه لك بالطول بالعرض بالابتسامه، ولكن راه المعقول معقول. غادي خصك تبداي تشربي الماء كيف قال لك الدكتور عماد، نسميه نكهيه كيف بغيتي، دير له مليح هادي له، مهم شربي الماء. اي حاجه كتبغيها يعني. صافي خديجه ربي يخليك سناء. والله يسمعني عليك خبار الخير. تهلاي في راسك. الله يطول لي عمرك العلي يحفظك. الله يبارك فيك. عاودي عيطي لينا باش نعرفوك راكي شربتي الماء. تهلاي في راسك. حنا غادي ناخذوا مكالمات اخرى دائما جميع مباشره على راديو اصوات برنامجكم حديث ومغزل. اشنو السؤال ديالكم الان؟ رقم الاستوديو دائما راه الاشاره 0522 77 24 24. راديو اصوات حديث ومغزل، برنامج المراه، برنامج الاسره، برنامجكم بامتياز على راديو اصوات. مرحبا بكم. 12 مباشره على راديو اصوات الاذاعه اللي كتفهمني وتفيدني. حنان معنا من الصويره، اهلا بك. معنا ميسا من فرنسا، والمزيد مرحبا بكم دائما على رقم الاستوديو المباشر. اهلا حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام حنان. كيداير اختي سناء؟ كيداير دكتور عماد؟ بخير اختي، مكنسمع صوتكم. مرحبا خويا عماد. عفاك انا بغيت نسولك، عندي واحد السؤال جات على خاطرك. هي مرحبا خاصمو معك. الو وي اختي مرحبا، انا كنسمع لك. دابا انا دابا ولدت، كان اصلا انا اللون ديالي سمر ياك فهمتيني، ودابا ملي ولدت كنت مازال في وجهي ديالي في العمق ديالي دابا، ودابا بقيت مشكل ما عنديش نفس اللون. اي الكل في العنق. اييه دابا بغيت نعرفك تعطيني شي وصفه للمساعده لا تتراخد. ضروري ضروري ان شاء الله. شحال هادي باش ولدتي حنان؟ دابا مازال ما كاينش 40 يوم. اذا مازال النفسه. ايوا مبروك بعدا زياده. الحمد لله على الفكاك. الله يبارك فيك. ومهليه بعدا فراسك شويه، كتاكلي مزيان؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. كتاكلي داكشي منوع؟ كاينه حليبه؟ ماشي ضروري. ايوا الحمد لله. وشربي الماء، غادي نعاود نرجعوا نهضروا على الماء. راه حتى المرضيع ما عرفتش ما مشيت تبيك الماء. وشوفي راه المرضيع يعني هذه الحكمه ديال الناس د زمان، الا بغيتي تبارك الله الحليب يفيض وترضعي ويشبع البيبي خصك تشربي 3 لتر ديال الماء على الاقل، وخاصه النساء اللي كيرضعوا. يعني كلوا مزيان، كلوا اشياء متنوعه وداك الشيء، ولكن الماء ثم الماء ثم الماء.
احسن حاجه مع كتكون السيده مخربقه ما شبعاش نعاس، احسن حاجه هو نخلي الماء ديما قدام عيني. يعني كنت في بيت القعاد راه حدايا كنشوفو، كنت في بيت النعاس وطريبيا حدايا راني حاطه واحد القرعه ولا الكاس ديال الماء باش نتفكر خاصني نشرب الماء. واحد السؤال بنت سول ليكون بعيد على الموضوع، دابا ملي كنكون ردا كيجيني نعطش، واش شي مشكل ولا عادي؟ فعادي عادي يعني هذه المساله هذه انك كيجيك العطش، ولكن العطش صافي يعني دائما غير انت كتبدي ترضعي البيبي ديالك عاد كيجيك هذا العطش هذاك. ملي كنبدا نرضع بحال هكا خلال الرضاع كيجيني العطش. ايوا هذه لان الوليد البيبي راه هو تا هو كيجبد الحق ديالو ديال السوائل، وخاصه الماء راه حتى ملي كيرضع راه كياخذ من عندك الماء، كياخذ من عندك المواد المغذيه، فغادي تقدري تحسي بهذه المساله هذه ديال العطش، وهذا دليل على انك ما كتشربيش الماء بزاف. ياك عرفتي شنو هو العطش؟ العطش هو انك تشعل البوله الحمراء في الداس ديالك، تقول لنا راه الماء نقص من الداس، اذا حنا ما عمرنا نقص من الداس. بعد مرات في الليل اسمح لي كنقطعك دكتور، بعد مرات في الليل كنحس براسي عطشانة بزاف، غير كنحيد بحال حتى البوله البيبي. نعم. اذا شربي الماء هانتي، يعني كوني كتصنتي الجسم ديالك راه هناك حكمه انه الجسم كيعطينا اشارات خصنا نعرفو نقراوهم ونفهموهم ونتفاعلوا معاهم، فهمتي؟ غنسولك واحد السؤال، ما جاكش السكر ديال الدم، السكر ديال الحمل عفوا؟ نعم، فهذه مسألة أخرى، هذه إذن هنا كتكون مسألة عندها علاقة بالسكر، فالناس كتشوفي مع الطبيب ديالك أختي، خاصه مع النوندوكرين يعني اختصاصي في الغدد، فاذا كان جاك السكر ديال الحمل هذه مساله اخرى، كيجي العطش كيجي هذا التبول، اذا خاصها تتبع مع الاختصاصي باش تشد الخزان ديال هذا السكر وتعرف الحاله ديالها. نعم، كثير من النساء اللي كيجيهم هذا الديابيت او هذا داء السكري ديال الحمل وكيمشي ملي كيولدوا. نعم، وكاين الحالات اللي كيبقى قاره. نعم، فهنا علاش كيجي السكر، اذا ضروري من متابعه مع اختصاصي. ضروري ومؤكد، لان نسبه الانسولين كتهبط في هذه الفتره هذه ديال الحمل، وكاين اللي كترجع ليهم، وكاين اللي كيولي عندهم مشكل ديال داء السكر. بالنسبه للكلف، نعم، فالكلف في العنق غادي تحاول انها دير معلقه كبيره ديال الدقيق ديال الذره، معلقه صغيره ديال الغسل المدقوق ومغربل، وغادير اربعه ديال المعالق كبار ديال عصير البرتقال. احنا هنا غندخلوا لاسيد سيتريك، اذا اربعه ديال المعالق كبار ديال عصير البرتقال تخلطيهم مع هاد المكونات وكديريهم بحال واحد الماسك على العنق ديالك، اذا كدهني وتخليها بحال ماسك على العنق ديالك مده ديال نصف ساعه، ومن بعد ملي كينشف هذاك لو ماسك كتولي كتحكيه بحال القماش، يعني بطريقه دائريه كتحاولي تحكيه من العنق ديالك وكتغسليه. هاد العمليه ديريها جوج مرات في الاسبوع، فهي غتعاونك ان شاء الله باش تبيض لك هذيك المنطقه. معنا ميسا من فرنسا، ثم غنمشيو لتطوان معنا فاطمه الزهراء. ميسا صباح النور. صباح النور، مرحبا بك على راديو اصوات. الحمد لله، تحيه لكل الناس اللي كيتابعونا بفرنسا. الله يبارك فيك اخت ميسا، مرحبا. الله يكرمك. عافاك، عندي ثلاث اسئله. اول حاجه عندي لو تيرم بيانتو ان شاء الله، وما عنديش لي كونتراكسيون مره، ما عرفتش شنو نقدر ندير، ماشي وصفه طبيعيه بحال هكا. كندير دي سيونس ديال ليكزيرسيس باش زعما نحفز دو بريباراسيون داكوشمون. مزيان. وما عندي حتى شي كونتراكسيون لحد الان، ما عندي حتى شي. ولكن واش كمل الشهر التاسع؟ شنو؟ كمل الشهر ديالك؟ نو مازال 22 سبتمبر يكمل. ايوا ان شاء الله، مازال بشويه عليك. بغيت زعما الدكتور عيون يعطيني شي، الا كاين شي وصفات زعما محفزه. بغيت ناخذ القرفه، سمعت القرفه بانها كتلخر، ولكن خفت من الايموفاجي. اياك يا ميسا، عندك غادي تضربي لنا كلشي في الزيرو دابا. واش عرفتي شنو هي القرفه والحمل؟ راه مساله كارثيه. شوف وخاصه انت دابا قلت دكتور بانني كناخذ التيزان ديال الفرومبواز. واش صافا زعما واش مزيانين ولا لا؟ يلا بديت كناخذهم، يلا البارح خديتهم. اها ماشي مشكل. واش زعما مزيانين ولا؟ شوف انا نقول لك واحد الحاجه، دابا انت دابا الحمد لله قريبه باش غادي تولي باذن الله. انا كنصحك انك تجنبي اي حاجه فيها الاعشاب. مثلا خذي لا كامومي مزيانه. كامومي ما فيها حتى شي مشكل، خنيشه ديال لاكامومي ولا معلقه صغيره ديال لاكامومي، يعني البابونج ديريها في كاس صغير ديال الماء مغلي وبدي تاخذيها. الا بغيتي تاخذي انتيزان فهذه غادي تهدنك مزيانه، حتى البيبي حتى هو كيبقى مرتاح. مساله ديال الاعشاب اللي كيديروا الكونتراكسيون، يعني انقباض عضلات الرحم. فاول حاجه يعني حنا ملي كنكونوا كنستعملوا الاعشاب، المرأة الحامل
الاعشاب اللي كيديروا الكونتراكسيون ممنوع من عن كليا لان كيسرعوا يمكن لا قدر الله يعطيو الاجهاض فهمتيني. اما المساله ديال لي كونتراكسيون والوجع نهار ربي غادي يجيب الوقت ولا نهار غادي يجي داك الوقت اللي هو مكتوب باش داك الوليد ولا البنت تخرج ان شاء الله غادي يجيوك لي كونتراكسيون كون على يقين الامور كلها غادي تكون مزيانه 100% راه الطبيبه شافت معاك ولا الطبيب قال لك الا فات الفتره ديالك اجي عندي باش نشوفوا شنو غادي نديروا فهمتي. ودابا راه ندير لك ديكلونشمون انا بغيت ما دابا شوف ارتاحي مع راسك ارتاحي مع راسك انا عارفه شنو كاين عارف انا يعني كيفاش الانسان كيحس الله يسمح لنا من الوالدين ولكن راه باقي عندك الوقت اختي ياك واخا غاديش راه غادي يمشي وكيدار هذاك ديكلونشمون ولكن دي ميثود اللي كيجي والانسان كيولد فرحه الله بطريقه امنه فالله يجازيك بخير. بغيتي تولدي طبيعيا بار فوا باس؟ لا بغيت نولد وي هذا هو هذا هو اللي خلاني انني نطرح هذا السؤال هذا. واشوف شوف بوحديتي وركعت الغربه لا لا شوف الا قدرتي الا الطبيب اللي متبع معاك شجعك وقال لك تقدري تولدي بشكل طبيعي غيكون احسن على اي حال لانه المراه كتقدر تعاود تنوض وكذا وتقابل البيبي ما كيبقاش ذاك الفتيح الفتيح كيخصو شويه الوقت اطول يعني من الاحسن هادو تجارب شخصيه وتجارب كثير من السيدات مادام انه الامور غاديه مزيان ما تسرعيش بشويه عليك راه داكشي بالاوان ديالو يعني انت غير استعدي نفسيا ارتاحي ماكسيموم شبعي نعاس قبل ما يجي البيبي لينا وراه من بعد غتولي يعني توحشي تنعسي فبشويه عليك ان شاء الله غادي يوصل من هنا اسبوع نسمعوك تفكيتي على خير. شنو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني هو عندي الرقبة والمناطق الشتاء سوداء ومع مع مع الحمالة بعنق زاد ما سمعتيش الوصفة اللي عطا عماد راه يلا عطاها الحنان الصويرة اللي تا هي يلا ولدات وتا هي نفسها اييه اييه مزيان هذيك الكلمة هو الاشكال ما عنديش الغسول انا يلا غادي نقول لك واخا باش نعوضه دكتور عماد الاخضر لاجي الفيرت فهي راه موجوده تما ندير معلقه كبيره ديال الدقيق ديال الذره معلقه صغيره ديال الطين الاخضر فهاد الطين اي طين توفر عندكم يمكن لكم تستعملوه معلقه صغيره ديالو وربعه ديال المعالق كبار ديال العصير البرتقال خلطوهم وهنا غادي ديريها على الرقبه ديالك تخليها نصف ساعه ومن بعد تحكيها بحال شكل قوماج يعني تحيدي هذاك الماسك اللي كان فوق الرقبه ديالك. بالنسبه للمناطق الخاصه لكل جميع الاخوات فانا دائما كنصحكم تاخذوا زيت السلميه اللي فيها البغنيول وتبقاو تدهنوا بها كمساج كل ليله وهكا ان شاء الله غادي تفيدكم في تبييض هذه المناطق. ميسا المده تستعمليها تتحسي بان البشره ديالك رجع ليها اللون ديالها ولات مزيانه. واخا السؤال ديال زعما بالنسبه للجارديسيان واخا كنت انا انسان ايدغاتي الكرش ديالي من التخوازيام موا والو والو واخا هكاك عندي بزاف ديال الجارديسيان. واخا عندكم عندك زيت ارغان تما؟ وي شارياها من المغرب وي كاينه. اذا غديري جوج معالق كبار ديال زيت ارغان وتخلطيها بمعلقه كبيره ديال زيت نوار الشمس فيل دو تورنوسول واخا تكون ديال المطبخ ماشي مشكل تخلطيها وديري بها مساج كل ليله في البلايص اللي عندك فيها هاد لي فيرجيتور هادو هاد التمزقات اللي كتكون عندنا في الجلد ديالنا كتكون في البطن في الحمل وديريها كل ليله وداومي عليها قبل الولاده ومورا الولاده ان شاء الله الامور تكون فيل دامون دوس زيت اللوز الحلو حتى نعم. هي منصوح استعمالها عند المراه الحامل اها نعم. دكتور عماد واش ممكن تخالفهم مثلا نهار هكذا ونهار هكذا إذا كانت عندها زيت اللوز الحلو فتخلطها بزيت ارغان حيت هي زيت ارغان فيها لو كونسونطري ديال لافيتو ايلاستين هاد الماده اللي كتعطينا هذاك كتحافظ لنا كترجع لنا الحيويه او المرونه ديال البشره نعم. فمثلا دير جوج معالق كبار ديال زيت ارغان وجوج معالق كبار ديال زيت اللوز الحلو ونديروا بهم هذا المساج ان شاء الله. الله يفكك على خير ما يسبق قلوبنا معاك واكيد مع البعد والغربه كيف قلتي ولكن راه القوه كاينه عندك والامومه اجمل شيء لا يحرم شي حد فان شاء الله غتلقاي كل القوه والحب والاراده باش تعيش شي احلى لحظه في حياتك ان شاء الله وهذا يعني القدوم ديال المولود الجديد ان شاء الله الله يجيبه بخير وعلى خير. غادي ناخذ اخر مكالمه فاطمه الزهراء من تطوان اهلا بك. اهلا اختي فناء صباح النور كيف صحتي لاباس عليك؟ اشنو تقولي لميسه يا فاطمه الزهراء بعدا؟ نبقى
كنقول لها الله يفتحها على خير وكنتمنى لها حياه ان شاء الله سعيده ان شاء الله وجميع الاخوات يا ربي يبارك الله فيك. خويا عماد كي صبحتي لاباس عليك؟ الحمد لله اختي ملي كنسمع صوتكم. مرحبا اختي، شنو السؤال ديالك؟ عندي لك بعض الاسئله الله يسهل عليك. يلا بسرعه نتقاسموا. عندي الشعر ديالي ناجف بزاف، يعني ما نقدرش نهار اللي ما ندهنوش، يعني ضروري خصني ندهنو بزاف. جربت سيرومات بحال هكا ولكن ما كنلقاش عليهم بحال الزيت. نعم. يعني كيما نغسل شعري هكا بالشامبوان خصني ضروري ندهنو، وخشف ليا بزاف وما كيطوالش. نعم. وعندي من القدام بحال اللي بدا كيخوالي، بداو كيبانوا لي دوك الصليعات من الجناب. ومع العلم انني كنشرب تقريبا حتى 3 لتر ديال الماء في النهار، يعني كنشرب الماء بزاف بكثره. واخا السؤال الثاني. وعندي السؤال الثاني، البشره ديالي فيها كان عندي حب الشباب ومشالي، وباقي لواحد شي حاجه رقيقه تحت الجلد، وعندي المسام مفتوحه والسموريه حدا الفم ديالي. والسؤال الثالث، بغيت شي قماش بحال هكا الجسم، يعني يكون شي قماش اللي نقعين من دوش ونسالي نديرو الجسم ديالي كامل. نعم دكتور عماد، اذا هنا عندنا السؤال ديال الشعر ناشف، وهنا غادي نجاوبوا على السؤال ديال الاخت بشرى كذلك اللي عندها المشكل ديال الشعر ناشف وعندها البشره ناشفه. فهنا غادي نحاولوا ندير واحد الكريمه اللي غنستعملوها للبشره ديالنا والشعر ديالنا. فهاد الكريمه غادي نستعملوا فيها معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، معلقه كبيره ديال زيت الورد، وربعه ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. ندوبوا هذا الخليط هذا كامل في حمام مريم تيذوب مزيان، نخليوه يبرد، والكريمه اللي كنحصلوا عليها هي اللي كنوليو كندهنوا بها البشره ديالنا اللي كتكون ناشفه، وكذلك كناخذوا شويه من هذه الكريمه هذه وكندهنوا بها يعني ككريم للشعر، كندهنوه وكنرطبوا به الشعر ديالنا. نعاودوا الوصفه. نعم. اذا معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، معلقه كبيره ديال زيت الورد، وربعه ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي، كنخلطوهم في حمام مريم حتى كيتخلطوا مزيان، كنخليو هذا الخليط يبرد، والكريمه اللي كنحصلوا عليها هي اللي كنستعملوها. هاد الوصفه واش تصلح حتى لتوريه كان عندها الشعر ناشف. نعم. بزاف ومتقصف وتجاعيد البشره. نعم، فهنا غادي تصلح لهاد الوصفه هذه. وبالنسبه للتجاعيد البشره فحنا غادي ندير واحد الوصفه مرممه، يعني الوصفه بالنسبه للناس اللي عندهم التجاعيد، وبالنسبه للناس كذلك حتى اللي عندهم مشكل ديال البقع في البشره ديالنا. فهاد الوصفه غادي نستعملوا فيها معلقه صغيره ديال التفاحه محكوكه، نحكو شويه ديال التفاح بالقشره ديالو، ومن الاحسن يكون بلدين، ناخذ معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال الخيار محكوك ويكون بالقشره ديالو، وثلاثه ديال المعالق كبار ديال الحليب الساخن. اذا معلقه صغيره ديال التفاحه محكوكه، معلقه صغيره ديال الخيار محكوك، وثلاثه ديال المعالق كبار ديال الحليب الساخن. خلطوا هاد المكونات كاملين، كتجيبوا كتاخذوا القطن وكتدهنوا بهم البشره ديالكم والعنق ديالكم، كتخليوهم مده ديال 40 دقيقه، اذا ساعه قل ثلث، ومن بعد كتغسلوا هاد الخليط هذا بالماء، يعني بالماء اللي كيكون ساخن، وممكن نديروا شي كريم مرطب الا بغينا. هذاك الحليب اللي فيه التفاح والخيار الا بقى واش كنحافظوا عليه في الثلاجه؟ نعم. شحال مده الصلاحيه؟ غادي مده الصلاحيه ديالو اسبوع فقط، ونديروا وصفه اخرى. هاد الوصفه كتستعمل شحال من مره في الاسبوع؟ هاد الوصفه غنستعملوها ثلاثه ديال المرات في الاسبوع، نهار ونهار لا. نهار نهار لا، وان شاء الله تعطينا نتيجه، وهذه غتكون وصفه بدون زيوت. نعم، تقشير البشره ديال الجسم وتبييض بشره الجسم. نعم، فهنا غادي نستعملوا معلقه كبيره ديال الغسول مدقوق ومغربل، لان فيه الاملاح المعدنيه وفيه لو سيليس. اذا معلقه كبيره ديال الغسول مدقوق ومغربل، اللي ما لقاش يدير اي نوع ديال الطين كنزيدوا عليهم نص معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مطحون، وحتى كنبغيو نستعملوه كنزيدوا عليه خمسه ديال المعالق كبار ديال الصابون البلدي ديالنا المغربي. كنخلطوا هاد المكونات هادو كاملين بشويه ديال الماء سخون غير باش يتخلطوا ويتجمعوا لنا مع داك الصابون البلدي، كندهنوا على الجسم ديالنا، كنخليوه 10 ديال الدقائق، او كنغسلوا هذا الخليط هذا. وحنا كنغسلوا حنا كنديروا طريقه ديال القماش، يعني باليد ديالنا، او ممكننا كاع منين مور ما نغسلوا هذا الخليط نديروا نحكوا بالطريقه المغربيه ديالنا التقليديه. وصفه اخيره للشعر اللي ما كيطوالش ما كيخلفش متقصف وفيه فراغات. نعم، فهنا غادي نديروا سيروم، غنستعملوا واحد السيروم اللي غنستعملوه يومي كل ليله، غنديروا فيه معلقه كبيره ديال زيت الافوكا، معلقه كبيره ديال رشيم القمح، ديال زيت رشيم القمح عفوا، ومعلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو. اذا معلقه كبيره ديال زيت رشيم القمح، وغادي نديروا معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، اللي هما جوج ديال المواد، او هاد التركيبه هذه ديال هاد المواد زائد الزيت اللي ذكرنا، هي التركيبه اللي كترطب وكترد لنا الحيويه ديال الشعر ديالنا. شكرا لك دكتور عماد، شكرا لكم على حسن المتابعه.